المهم اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سي هنفي علي رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره اليد، مرحبا بك جديد نيوز. اول ملاحظه كيقدري لاحظها تتبع للشعب هو انه احتاج العديد من التغييرات، لا من طريقه التعامل ديال الجامعه مع الانديه ولا مع العصاب ولا داخل الجامعه، المقر ديال الجامعه عرف واحد التغييرات. المهم اذا سولناكم السي الحنفي اشنا هما يعني نقدر ما ندوش بالاكراهات ولكن نقولوا اشنا هما الحوايج اللي غيرتوا في المساق ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره اليد على صعيد العصاب والانديه. الامور اللي تغيرت هو انه بعد انتخابنا الجمع العام الانتخابي انتصرنا على معالجه العديد من القضايا والقضايا الاستعجاليه والقضايا اللي كانت كتحول دون تطوير او تاهيل كره اليد الوطنيه. من الامور اللي اشتغلنا فيها اولا انه وضعنا واحد المشروع، وضعنا واحد البرنامج عمل اللي كيتصادف انه كاين فيه الاجراءات اللي هي ذات طابع استعجالي، كاين برنامج اللي كيتسطر على المستوى المتوسط على المستوى البعيد. على مستوى الهيكله اولا تم مستوى الجامعه الملكيه المغربيه اداره تقنيه إحداث اللي أريدت بها وضع واحد البرنامج ديال على مدة الولاية ديال 4 سنوات. بالإضافة إلى ذلك كيف كتعرف بأنه حنا جينا بعد جديد، ولكن هذا الملف جديد ما منعناش باننا حنا ندبروا حتى المخلفات ديال الماضي، منها خصوصا الديون اللي كانت مترتبه على الجامعه. بالاضافه الى ذلك اننا خلقنا واحد المخطط اللي خلينا ان الشركاء يثقوا في المكتب هذا المشروع ديال الجامعه الملكيه. اللي دارت انه لاول مره كتطرق في شهر اكتوبر، بالاضافه الى ذلك ان حتى هذه السنه هذه ان جميع المدى ثلاث سنوات. بالاضافه الى ذلك انه كان السياسه الاخرى الجديده وهو انه سياسه القرب وزياره الانديه بالمدن ديالها وزياره العصب والاستماع لمختلف المشاكل، على اساس انه ان شاء الله ابتداء من الشهر القادم بعد ما غادي نكملوا جميع الزيارات غتكون عندنا واحد خطه عمل اخرى ميدانيه بان باش ان شاء الله نتعاونوا مع الانديه ونحلوا معاهم بعض المشاكل اللي كتعاني منها فيما يتعلق بالموارد الماليه وايضا فيما يتعلق الى مشاكل ديال الانديه مشاكل الجامعه الاكراهات اللي كتعيق مسيره الجامعه واللي تقدر تعيقها مستقبلا. والمشاكل اللي العلاقه الجامعه والمشكل ديال الديون اللي كتطلب بعد السنه، بالاضافه الى ذلك انه كيطلبنا عمل كبير وعمل كبير جدا باش على الاقل الشركاء يثقوا فينا اكثر على اساس انه جامعه تكون عندنا موجودين. الموارد الماليه لان كاين عندنا مشروع كبير اللي غتصرف فيه الجامعه والعصب والانديه، ولكن هذا الورش هذا كيقتضي موارد ماليه لا على مستوى التكوين ولا على مستوى ايضا المنتخبات الوطني ومنتخبات العصب ولا ايضا على مستوى البطولات ديال الفئات العمريه، وهذا ما يمكنوش يندار الا اذا ما كانت الانديه عايشه في واحد الوضع مريح وسط الجانب المادي. اخر سؤال سي الحنفي هي العديد من المتسائلين كيقول لك علاش كرة اليد بقى ما رقاتش لهذاك المستوى اللي كانت عليه سابقا، ولا علاش ما ضهيناش يعني الدول الاخرى اللي كانت بالامس القريب خلف الفريق الوطني المغربي ديالنا، يعني واش هذا تداركتوه، يعني واش فكرتوا فيه وضعتوا شي خطه ديالو باش انكم تحسنوا من المنتوج ديال يعني المنتخب؟ بالفعل هذا غادي نداركوا على جوج المستويات، اول المستوى المحلي على مستوى ايضا كما كنعني به التدبير العام
ديال كره اليد الوطنيه، بالاضافه الى ذلك النقطه الثانيه هو كاين واحد المخطط الاستراتيجي واللي كاين باني على العمل القاعدي، ولكن العمل القاعدي ماشي غير العمل القاعدي ديال البهرجه وديال البروباغندا وجماع عباد الله وكذا وكذا، نوع عمل قاعدي مبني على الفعاليه ومبني على الجوده في التكوين، لان الجوده في التكوين ديال الفئات العمريه هي اللي غتخلينا ان شاء الله غادي نكونوا عندنا منتخبات في الفئات العمريه قويه، والمنتخبات في الفئات العمريه قويه هي اللي غتعطينا فريق في المستقبل قوي، وهذا هو السياسه اللي ماشي فيه الان الجامعه. الان بعد تفعيل اتفاقيه مع قوات مشروع ديال التكوين ديال موارد 2001 2002، السنه القادمه غتكون 2003 2004، على اساس اننا احنا مقبلين 2018 على تنظيم بطوله افريقيا للامم ديال الفتيان والشبان. احنا بالان كنشتغلوا على هذه الفئات العمريه لان هي غتكون الموعد التاريخي في هذيك الفتره، على اساس انه نتائج جيده في هذه البطوله هي اللي غتعطينا الضامن الاساسي باش انه يكون عندنا منتخب واعد في السنوات القادمه. سي عبد الحنفي باسم جديد نيوز كنشكركم على سعة الصدر ديالكم. كنشكرك حتى انا. ومسيرة موفقة. كنشكرك وكنشكر الاخوان العاملين في جديد نيوز وعلى على 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 التغطية ديال الخبر، وكنشكركم وكنهنيكم على العمل اللي كتداروا على مستوى الاعلام. شكرا لك.